أكيد بتعرفوا تحدي 10 years challenge واللي بيعرض الشخص من خلاله صورة قديمة إله وبيقارنها بأحدث صورة لحتى الناس تشوف التغيرات اللي صارت بملامحه. أحد الأشخاص قام بنشر صورة قديمة لأمين عام حزب الله أيام الحرب الأهلية بلبنان. من التعليقات يلي إجت على هالصورة كانت من إيلي اللي كتبت: مضى على هالصورة أكثر من 40 سنة وما في شي تغير، لساته سلاح الحزب موجه ضد اللبنانيين. تعليق لآخر من صفحة اسمها بغداد كتب: عالم السيارات الرحب بكل ما فيه يجتمع في مكان واحد، شركة دلتا والميلاجي لتجارة السيارات في اسطنبول، ثقة وضمان. كتب الإرهابي حسن نصر الله عندما كان يقتل الفلسطينيين بدم بارد في المخيمات مع حركة أمل. أما أبو هدى الحمصي فكتب ونشر صورة لسيدة إيرانية بالشارع وعم يسألها عن حسن نصر الله، فأجابت: التلفزيون الإيراني وضع حسن أو صورة لحسن نصر الله في أحد شوارع إيران ويسأل المرة من هذا، وكان جواب هذه السيدة: هذا المدير العام لشيعة لبنان وتعتبره موظف لدى ولي الفقيه. أما ميمو فعلقت وقالت: بس ينزرك وينحشر بحركش بالجنوب وبيرجع عنغمة سنصلي في القدس.